طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين: الحوثيون يصدرون تعميما لمسلحيهم بارتداء زي قوات الأمن في الحديدة. ومن الصحافة الفرنسية: الهدنة في اليمن تعد القرار الأول منذ 4 سنوات من الصراع. ومن أخبارنا المنوعة: 3 رواد فضاء يعودون سالمين من المحطة الدولية. أهلا بكم إلى موقع بوست، والذي طرح سؤالا هاما في صفحته الرئيسية، وهو ربما أكثر الأسئلة التي تفرض نفسها حاليا، ويعانون الموقع: ما مدى جدية الأطراف اليمنية في التعامل مع اتفاق الحديدة؟ ينص اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في السويد على نقاط عدة أبرزها: إعادة انتشار للقوات من موانئ الحديدة المختلفة ومواقع خارج المدينة، فضلا عن إزالة جميع المظاهر العسكرية من المحافظة وانسحاب الحوثيين إلى شمال طريق صنعاء خلال 2 أسبوع كمرحلة أولى. ويتم إعادة نشر القوات الحكومية جنوب الخط، كما سيتم إيداع جميع الإيرادات أو إيرادات الموانئ هناك إلى البنك المركزي اليمني لدفع رواتب الموظفين. وبرغم التفاؤل إزاء الاتفاق الذي تم التوصل إليه، إلا أن هناك مؤشرات قد تعني فشل الجهود الأممية مبكرا بشأن الحديدة والأزمة في البلاد، حيث بلغت خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار في الحديدة 62 خرقا خلال 72 ساعة فقط، في خرق واضح لاتفاق السويد. الخروقات الحوثية التي أوردها الموقع مستندا إلى بيان للتحالف شملت عددا من المناطق والميليشيات استخدمت الهاونات والأربيجي وصواريخ الكاتيوشا والصواريخ البالستية والرماية بكافة أنواع الأسلحة. قال مراسل موقع المصدر أونلاين إن جماعة الحوثيين في مدينة الحديدة أصدرت تعميما لمسلحيها بارتداء الزي الرسمي لقوات الأمن والأمن المركزي والنجدة قبل ساعات من وصول الجنرال الهولندي باتريك كامبريت إلى المدينة. وعنوان الموقع: الحوثيون يصدرون تعميما لمسلحيهم بارتداء زي قوات الأمن في مدينة الحديدة. ويفيد الموقع أن الحوثيين يسعون إلى إبقاء المدينة تحت سيطرة مسلحيهم في خطوة مغايرة للواقع في المدينة الذي استحدثه الحوثيون بعد سيطرتهم على المدينة وتعزيز وجودهم فيها منذ منتصف العام الجاري. ويسيطر الآلاف من الحوثيين على المدينة، وبدأت سلطات الحوثيين في تثبيتهم بالمدينة كونهم جزءا من السلطات التي تحكم المدينة منذ قبل سيطرة الجماعة عليها، وحتى يستثنوا من القوات التي ستسحب إلى خارج المدينة. من جهة أخرى، يمارس محافظ الحديدة محمد عياش قحيم المعين من قبل الحوثيين ضغوطا لحشد أعضاء المجلس المحلي لانتخابه أمينا عاما للمجلس المحلي بالمحافظة من أجل أن يدير المحافظة كونه أحد أبناء المدينة. هل يمكن للعرب أن يعيشوا بدون تدخل أجنبي؟ يتساءل خليل العناني في مقاله المنشور في العرب الجديد مضيفا: بات العالم العربي مسرحا لكل اللاعبين الدوليين والإقليميين، يتدخلون فيه من أجل تحقيق مصالحهم وليس مصالح البلدان العربية ومجتمعاتها، وذلك إلى درجة أصبح فيها مصير بعض الحكام العرب مرهونا بقرار خارجي وليس بيد شعوبها، كما هو الحال في السعودية ومصر ولبنان والعراق واليمن وسوريا. وعلى الرغم من أن التدخل الأجنبي في بلاد العرب قديم، إلا أنه اتخذ أشكالاً جديدة خلال العقدين الأخيرين. ففي الماضي كان التدخل يتم في أغلب الأحوال لأسباب أيديولوجية، خصوصاً خلال مرحلة الحرب الباردة والصراع الضاري بين المعسكرين الغربي والشرقي، بينما أخذ التدخل أشكالاً جديدة جاء معظمه من قوى إقليمية، كما هو الحال مع إيران في لبنان والعراق وسوريا. أصبحنا الآن إزاء ظاهرة جديدة في المشهد الإقليمي، وهي التدخل الخارجي العربي، ليس في دولة معادية وإنما في شؤون دولة عربية أخرى. كما أن التدخل لم يعد من خلال إرسال الجنود والدبابات، وإنما بات يتم من خلال استخدام أدوات تقنية وتكنولوجية عالية.
مثل اختراق شبكات الاستخبارات للدول المجاورة وقرصنة مواقعها الإلكترونية ونشر الفوضى والإشاعات وهكذا. وإذا كان التدخل الخارجي يتم في الماضي من أجل حسم صراعات على النفوذ والمصالح الاستراتيجية، فإن بعضا منه يتم حاليا من أجل تغيير الأنظمة في حالات معينة أو وقف تغييرها في حالات أخرى. ولا يمكن فهم النزوع الإمبريالي لكل من السعودية والإمارات بعيدا عن هذا النوع من التدخلات الخارجية، فالتدخل السعودي والإماراتي في بلدان الربيع العربي قام بالأمرين معا: وقف التغيير ودعم أنظمة قائمة وتثبيتها، كما حدث في مصر والبحرين واليمن وليبيا. تعز المدينة المحاصرة منذ سنوات من قبل ميليشيات الحوثي، تمتلك منافذ قليلة لكنها أيضا تواجه تهديدات من وقت لآخر بالإغلاق. وعنون موقع المشاهد نت: طريق الضباب المنفذ الوحيد لتعز مهدد بالإغلاق. يقول الموقع: تتكرر عملية قطع خط الضباب الذي يربط مدينة تعز بضواحيها من جهة ويربطها بعدن ومحافظات شمالية عدة في ظل الحصار القائم من قبل مسلحي جماعة الحوثي على المنفذ الشرقي لمدينة تعز الذي كان يربطها بتلك المحافظات. وبحسب العقيد عبد الباسط البحر الناطق الرسمي لمحور تعز، تم قطع طريق الضباب 7 مرات خلال العام 2018. ويضيف البحر أن الجيش الوطني يتحرك عندما يتم إبلاغهم بقطع الطريق، إما بتوجيه الألوية التي تقع في نطاقها أو في نطاقها هذه التقطعات وفتح الخط ومطاردة وإلقاء القبض على المتقطعين، أو بتحريك الشرطة العسكرية إلى المكان. وقال شهود عيال الموقع إن التقطعات يقدم عليها أفراد يتبعون أحد الألوية العسكرية التابعة لمحور تعز بحجة مطالبات حقوقية، ويعطلون بذلك حركة المسافرين. من قام به أو ما قام به أو ما قام به بائعو الخضار في تعز تم التعامل معه من جهتين. فهناك من قال إنه واحدة من أشكال الفوضى، بينما قال آخرون إنه تعبير عن الاحتجاج بطريقة مختلفة. وعنون موقع الحرف 28: احتجاجا على عدم حمايتهم، بائعو الخضار ينقلون سوقهم إلى أمام ديوان محافظة تعز. وقال الموقع إن تجار الجملة في تعز نقلوا بضائعهم من الخضروات والفواكه إلى وسط شارع جمال احتجاجا على تكرار نقلهم من قبل السلطات من مكان إلى آخر دون توفير حماية من مسلحين يفرضون عليهم دفع إتاوات بالقوة. وقام الباعة ببيع الخضروات أمام مبنى المحافظة المؤقت بشارع جمال احتجاجا على عدم توفير سوق رسمي لهم، ما أدى إلى اختناق مروري حاد في معظم شوارع المدينة. وكانت اعتمدت سلطات المحافظة عقبة شارع جمال سوقا رسميا لبائعي الخضروات منذ عامين، وبعد حدوث خلافات تطورت إلى اشتباكات بين مجاميع مسلحة على إتاوات وضرائب السوق، تم نقله إلى بير باشا وتكررت نفس المشاكل، لتقرر السلطات نقله مرة أخرى إلى جوار مسجد السعيد شمال المدينة. الثورة التي تحتاجها أوروبا هذا أو تحت هذا العنوان، كتب جاي فير هوتشفتات مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. ما كان يبدو في البداية احتجاجات لائقة للطبقة المتوسطة ضد فرض ضرائب جديدة على الوقود، أصبح فرصة لعصابات محترفة ومتطرفين يشتكون من المهاجرين ومن الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. والأسوأ من هذا هو أن المظاهرات المتطرفة انتقلت إلى بلجيكا وهولندا المجاورتين، اللتين أطلقتا مظاهرات السترات الصفراء الخاصة بهما. وينبغي أن يثير استغلال دعاة اليمين البديل لاحتجاجات السترات الصفراء كمنصة لإفراغ الحقد والكذب قلق كل الأوروبيين. إن الوقت قد تأخر على التصدي لهذه المعلومات التضليلية، وأول خطوة نحو احتواء موجة الشعبوية والشكوكية الأوروبية هو قول الحقيقة والاعتراف بالكذب. لكن لا ينبغي أن نكون سذجاً، فالتصدي لتهديد اليمين البديل لمجتمعاتنا يتطلب إصلاحاً عميقاً أيضاً. والأهم من كل هذا هو أنه لا ينبغي أن نوازن بين الديمقراطية الليبرالية والوضع الراهن الذي يضمن إلى حد ما سياسة بطيئة ومرهقة
لصنع القرارات، وإذا كان لابد للاتحاد الأوروبي من صنع قرارات جماعية من طرف الأغلبية فإن المشاكل التي تواجهها لن تعود صعبة أبداً، وستصبح أوروبا أخيراً قادرة على الاعتماد على نفسها ومعالجة مشاكل مواطنيها. لن تحدث الثورة التي يحتاجها الأوروبيون في شوارع باريس أو بروكسل، بل داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المشلولة. فلفترة تزيد عن 5 عقود قسمت السلطة في أوروبا بين المحافظين والاشتراكيين الذين فشلوا جميعاً في معالجة تحديات العصر. لقد حان الوقت للتوقف عن الكلام غير المجدي، ويتطلب حاضرنا الفعل. وفي انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في آيار مايو 2019 ستتمكن أوروبا الأجيال من التخلص من النظام السياسي القديم ونقل الثورة من الشوارع إلى أروقة الديمقراطية الأوروبية. إلى جولتنا بين الصحافة الفرنسية، حيث نطالع ما كتبه الصحفيان لويس أمبرت وماري بورو في صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير خاص جاء فيه إن الهدنة في اليمن تعد القرار الأول خلال ما يقرب من 4 سنوات من الصراع في اليمن، وتعهد الدبلوماسيون بأن يمثل نقطة تحول للسلام في البلاد. تعتقد كارين بريس السفيرة البريطانية في مداخلتها حول هذا النص بأن المجلس توحد للحفاظ على زخم بعد التقدم المحرز في ستوكهولم، وبناء على طلب الأمريكيين الذين هددوا حليفهم البريطاني باستخدام حق النقد حتى اللحظة الأخيرة، كان النص ضعيفا للغاية لإزالة أي إشارة إلى انتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي يمثل القصف الجوي للتحالف السعودي جزءا مهما منه، والحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب. كما اختفت فقرة أزمة الغذاء في البلاد التي تهدد بدرجات متفاوتة ما يقرب من 20 مليون يمني. حصلت الأمم المتحدة على تصريح لمدة 30 يوما بإرسال فريق مبدئي من المراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى في 3 أسابيع، كما تمت الموافقة عليه في ستوكهولم. وتقول الصحيفة إن آلية التحقيق من انسحاب القوات المسلحة من الحديدة وموانئها الخاضعة للمتمردين هي ضمانة تقدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الحوثيين سيغادرون ساحل البحر الأحمر، وسيتيح هذا لأبوظبي فرصة الانسحاب من الصراع اليمني. القوة البحرية هي الحارس للحركة التجارية والبترولية المكثفة التي تمر عبر هذه المياه المفتوحة على قناة السويس. الآلية التي ينبغي اتباعها يمكن أن تنطوي على استخدام صور الأقمار الاصطناعية، وأن تكون فرصة للأمم المتحدة لعمل سجل تفصيلي للأضرار التي يسببها المتحاربون في الحرب، وعلى وجه الخصوص عمليات القصف الجوي التي ضربت البنية التحتية بشكل منهجي في مناطق المتمردين بعد أن يقدر البنك الدولي تكلفتها، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التزامات التعويض المالي. وأخيرا، معجم تاريخي للغة العربية تحت هذا العنوان، كتب سعيد يقطين مقاله في صحيفة القدس العربي عن حاجة اللغة العربية إلى جهد وتحقيق لتحافظ على بريقها. اللغة العربية شأنها شأن كل اللغات المعاصرة كائن حي، لذلك يعتبر التاريخ لمفرداتها توقفاً على نشأتها وما رافقها من تحولات، ولا يمكن للمتعامل مع هذه اللغة الكشف عن أسرارها وعجائبها في غياب معرفته بتشكيل حياة كلماتها وتطورها، أسوة بغيرها من اللغات التي بذلت مجهودات تقاس بالعقود بهدف التوصل إلى التاريخ لمفرداتها. كان معجم أكسفورد التاريخي للغة الإنجليزية أنموذجاً لكل من راودهم هاجس تحقيق هذا الحلم بالنسبة للغة العربية، رغم الفارق الكبير بين اللغتين وصعوبة إنجازه بالنسبة للغة العربية ذات التاريخ الطويل. لذلك فقد ظل هذا الحلم يشغل بال الكثيرين، وكان إطلاق بوابة معجم الدوحة التاريخي للعربية إعلاناً لتحقيق هذا الحلم. إن الدرس الهام الذي يمكننا الخروج به من خلال التجربة الناجحة لمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية هو أن بإمكان العرب أن ينجزوا أشياء كثيرة وفي زمن قياسي وفي أي مجال إذا ما تضافرت الجهود وتوحيدها
وتم تجاوز العمل الأحادي وغير المنسق، وكان نكران الذات الوطنية لفائدة الهوية الثقافية والتاريخية التي تجمع العرب ليس كعرق ولكن كحضارة وثقافة وتاريخ. هناك مشاريع كبرى تنتظر الثقافة العربية وتاريخها، وتتوفر الآن قبل أي وقت سابق شروط تحقيقها بسبب وجود الإمكانيات والكفاءات، لكن ينقصها التدبير والإرادة. لا توجد في العربية دائرة معارف عربية إسلامية شاملة ولا موسوعة لتاريخنا الثقافي، ولا تحقيق لكل مخطوطاتنا الموزعة في المكتبات العالمية. وقس على ذلك، هناك مجهودات متفرقة أعدها أفراد في كل هذه الأعمال الجليلة، وهي ما تزال تستدعي العمل الجماعي. المؤسسة على رؤية بعيدة المدى لتحقيقها، المعجم التاريخي للغة العربية بداية، فلتكثر البدايات. في الأخبار المنوعة نطالع من صحيفة الحياة اللندنية، 3 رواد فضاء يعودون سالمين من المحطة الدولية. وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إن 3 من أفراد طاقم محطة الفضاء الدولية عادوا بسلام إلى الأرض وهبطوا في كازاخستان على متن مركبة فضاء روسية من طراز سويوز. وهؤلاء الرواد هم أول العائدين من محطة الفضاء الدولية منذ أكتوبر، عندما هبط رائد الفضاء الأمريكي نيك هيج والروسي أليكسي سالمين في سهل في كازاخستان بعد تعطل صاروخهما الذي كان متجها إلى المحطة بعد دقيقتين من انطلاقه. وقالت ناسا إن رائدة الفضاء التابعة لها سيرينا أونيون تشان سيليور هبطت مع زميلها الألماني الإسكندر جيرسيت ورائد الفضاء الروسي سيرجي بروكليوف، وأمضت أونيون تشان سيليور 197 يوما في الفضاء وأسهمت في مئات التجارب العلمية على متن محطة الفضاء الدولية. وتعتمد ناسا على صواريخ روسية في نقل الرواد إلى المحطة منذ أوقفت الولايات المتحدة برنامجها مكوك للفضاء في عام 2011، لكن الوكالة أعلنت عن خطط لإجراء رحلات تجريبية قريبا. للتصوير في الغابة جاذبية خاصة، وقد ذهب عدد من المصورين لالتقاط صور، ونشرت صحيفة الجاردين البريطانية مجموعة من هذه الصور. ماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور الكاريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.